ليس في قناعاتي انا الشخصيه حسب المعلومات اللي عندي. يلا على جبل اوت وعندك اللي هو اقدم الممكن هو ايمن دحمان، هذوما الموجودين الثلاثه تو. وفي الثلاثه هذوما يختار المدرب، هو اللي يختار. واكتويلمون للواقع وللتيران هو باش يكون نتاع سي اس اس اقرب واحد. ايمن دحمان هو الاقرب لحراس مرمى شباك المنتخب على ما شفناه في المقابله الاخرانيه، اقرب واحد واضح. نمشي لك سي فريد، خليني في حراسه المرمى. حراسه المرمى باش نقول لك انا رقم واحد كهوان. انا بالنسبه لي ايمن دحمان. ايمن دحمان معاويه. لا شك ولا اختلاف ومشكورين. انا هنا الحقيقه سي يوسف راح نتبعوك ونحترموك ونحبوك ونعرفوا شنو هو سي يوسف في تونس. كي سمعتك مره تبعنا البرنامج وقتها حكينا على دحمان في الفتره هذيك، قلت خرج من اصابه وغاب شويه مجهود. صحيح. ومعقول عادي، معناتها هذايا راي معناتها قابل للتاويل. لكن توا مشى للتاويل مش قاهر. مشى برشا للتاويل. انا كي تكلمت انا ان جوار كي ايتي كي روفيان دو ليغامون كروازي. قلت راهو المفروض كانوا مشى في الكوب اراب. قلت انا كانوا مشى في الكوب اراب. خاطر ما نحيطلوش في الكوب دافريك. الحقيقه شفت الكوب اراب؟ لو كان مشى في الكوب اراب راهو هو لعب.